سعيد دايما ان النادي الاهلي بيتميز ان اي فرد بيدخل منظومه النادي الاهلي سريعا بيدخل في الاجواء. دور كبير جدا للكابتن سيد الكابتن سامي مع الجهاز الفني في توفير كل الامور، ما تحسهمش ان هم اغراب عن النادي الاهلي. خلينا نقول بس الادوار كلها بقى يعني ربنا يكللها بالنجاح وناخد الثلاث بطولات اللي احنا داخلين فيهم. عندنا بطوله يوم 21، قبلها هيبقى عندنا مباراه مع الجونه يوم 5، وبعدين مع فيوتشر يوم 12، وبعدين مع بيراميدز يوم 16 ان شاء الرحمن. يعني نبقى نجحنا لو ربنا كرمنا بثلاث بطولات ان شاء الله نكون موفقين فيهم باذن الله. يعني هو ده الخيار اللي عندنا وهو ده اللي احنا بنلعب عليه. يعني ايا كانت الصعوبات او ايا كانت المتاعب او ايا كانت تلاحم اللقاءات، عايزين شخصيه من حديد وعايزين فكر من حديد. في اوقات التوفيق هيبقى معاك وفي اوقات مش هيبقى معاك. اعتقد ان من احلى المباريات اللي عملناها هي مباراه سموحه كخلق فرص او ان انت تبقى موجود قدام الجول، لكن ربنا ما كانش رايد. يعني التوفيق هيبقى حليفك بالتاكيد لكل ما انت اشتغلت وكل ما انت اجتهدت. الشغل شغل شغل هو ده اللي انت تقدر تملكه. يعني ايا كان بقى، كان ربنا موفق النهارده فبتشتغل بكره، ربنا ما كانش موفق النهارده فبرضه بتشتغل بكره. يعني رغم ان الوقت كان قصير لكن خلال 48 ساعه والتدريبين، ايه اللي لمسته من مستر ريكاردو وجهازه المعاون كابتن سيد خلال الفتره دي؟ طبعا يعني التوفيق يا رب يكون حليفه باذن الله، لان ده عنصر مهم جدا في اللعبه. اثنين، هو الراجل مهتم بتفاصيل كتير جدا ودي حاجه كويسه. يعني حتى الحاجات اللي خارج الملعب بيهتم بيها ودي حاجه كويسه، لما هنجمعها ان شاء الله الرحمن هتاثر بالتاكيد. التزام، انضباط، يعني نوع من الجديه والتركيز، ودي حاجات مهمه جدا في عالم الكوره. يعني المباراه النهائيه امام فريق الزمالك مباراه صعبه ومباراه قويه جدا، اكيد تتمنى ان يكون في حضور جماهير. النهارده بنلعب قبل النهائي ولعبنا دور الثمانيه بدون جمهور، اكيد تتمنى وجود الجمهور في المباراه النهائيه. الله يبص، انا النهارده انت بتتكلم 2/7، لسه عندي 19 يوم وفي نفس الوقت عندي ثلاث مباريات قبليها. يعني خلينا ناخد الواحده واحده كده لحد ما نوصل ليوم 21، لان هي بطوله منفصله اساسا. يعني خلينا في ثلاث مباريات، الجونه وفيوتشر وبيراميدز، وبعدين نروح للزمالك يوم 21 ان شاء الله. كابتن سيد والتوفيق.